بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم أما بعد عدي بن حاتم الطائي عدي بن حاتم الطائي صحابي قال لي تمناد إمانتا أنه دول اشتاقي دون تاريخ ريسة فعدي بن حاتم عمر الخطاب وننكي أكيري أنت آمنت إذ كفروا وعرفت إذ أنكروا وهذا هي ننكي رمي مركي قالوا بين قرتي حق مركي قرم وعين ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا ننكي وحتى هاي وفي بلانتا مركي أي دقات اللي مادين وحتى هاي نين حقا ويمد مركي كجستين عدي بن حاتم وحولي كاتبك في السنة التاسعة للهجرة سنة كيسة قالات الهجرية دان للإسلام ملك من ملوك عربي بعد نفور إسلام كوحا أسو قربيبتي وأسو خضوعي أسو ديبي بقر كاميرا بقر كاميرا بقر رضي عربت بعد نفور مركي مدة إن بضن أودت سنة عرف ربضن إيو أرد وكأرد دين تمدى إيكو جرتي با إلهي وحو قدري بقر كاس إنو إسلام كي أقبله ولان للإيمان بعد إعراض وسد وانا أجل عي أقدم عي إيمانك وركو مدبأ كسي جسنا أو مركا كفقا وأعطى الطاعة للرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام بعد إباء هجانك إيو طاعتنا وحاو سيي أما أودي بالنبي صلى الله عليه وسلم مركي مدبأ ديدنا ومركا وها قف أنا أقبلين ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه نكا مكهلين وعدي بن حاتم الطائي وأبيه كنت تصارى أهان لو سوقاته مركي تاغن تاي كرم كإقع فرات وحاد لنين آد يد عانوه ومركا لغاها اللي كرم كإقع فرنانته يسخني ماذا لقاه الله يليل هذا هبل عدي سلوكيه يعني هبل حاتم سلوكيه حاتم يأسيقه ياق عن فرن لمرك وحو أها نموذج أه في الجود والكرم والسخاء مرك يتاقى انت وحب حمتا كي كرم كمرك يتاقى انت هاي نوحو أها عجائب تسالة أبي مرك نكاسو أها إذن نوحوها بقر بقر ذي عربته ذاتك أي بقرذان وعلى مسارتين إن النقضان ملوك بكمدها ورث عدي الرئاسة عن أبيه فملكته طي عليها فملكته طي عليها نينك عدي لليه هاي وحوما الاحترام الله وكان لحل أبيه قبيلك طي وكسو الجيدانة وحي كان لكتان بقر بكان لكتان وفرضا له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القيادة وحل وحي غنيمة غنيمة دونا لكم مركي الدقال قلام وحي عدو ذا كسو فرتان وحل وحي صدع صدام با وحي أقوان دايان أفر ضلال ضلال إنو يسوق لي ورنتي نوع بعد أه وضدك لحوله ذا الوضو من ورانا يا أه ليقو اللقاء بلوقي ضدك أه استنزاف أه ما دام أبقر يهي انتم باللقوان دايان وأسلمت إليه القيادة وقانكي يما لحتيني مدينة يساقي بيبان وحي لهذا أذا نوطة لغاية مركان نيكا كان ماها نين كرسيقة يساقي سوبو ذي ماها وعب أن عب وكرسي وكان حلا أبيه وكان حلا وذي عد يرهب سوى التلنجري وكسو الجيدة أبيه با التلنجري أبيه نوحا كالأوه اللي ذا كليا ماها إن مامل كي هقانكا كلي وقعانتا وكهي حدانا خسال يشرف ومؤدتك كلا كدو ذا نواء لها أو نوحو أها
ku caan baxay inuu yahay nin deeqsi ah. ولما صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق مركي الرسول صلى الله عليه وسلم وشاعيي أو كل واقي دعوة حقه يهنونك ودانت له العرب حيا بعد حي عربنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أسوى قربي بتي أي شدي بين أضيعان رير با رير رير أي أسوى لمانتو دي مادين رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته. هل كان مركة عدي وحواجه مقتين نبي قد دعوذي سوحو أركي إن أرن لبكو كيني دونا هجان كي سئي ما تحتيني من سئيني وهدي نبي محمد دعوذي سئيسا كوسي سعطو إنه هل كان كرسي وكو أي دون سادرتي بحواجه مقتين زعامة إن نبي كرسي رادس أما مدحادث أوياهي إنه الرئيس أو النقضة كد من كيني دوتا أن تقضي على زعامتي تي عدي بن حاتم إلا نوان بقره أدوني كالكاسو أكبحه وكرسي غاو كالكفر ليه وضطه كدوا في شيهين أدوان هالكاسة كو كرسي وايسا مركا دين كان وحا أمو قطي شغلة دي الدنيا دو كأيه عن كالكاسو كأيه وحي سيري الله إله نينكا كو كوكوسو الصعادة وكا دين كان كوكوسو الدركية وحي أبضنانت أما إن هالكا عاد كرسي كويدوت ورئاسة ستفضي إلى إزالة رئاسته وحأمه قد تدعوه النبي إنه يتعي كرسي إما راح تنمو كيني دونت إنه هالكا ما راح تنمو يسئي كزوشو فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة وهو لا يعرفه وأبغضه أبغض أعظم البغض قبل أن يراه تأمر كوحي كانت إن النبي صلى الله عليه وسلم آدل على الله يتم عدو تنمى ماشي يقول دريد والنبي قانا النعو إن أقوب بضان أما السيدة أقوب بضان يقف له النعو إسوء أنا أركب ما يقان وحقو شيقي مؤغا وليقي لما فريسا آيات قرآن لكتيكو ما صادعين كلي وحا أمو قطي مرها ديو أركي أحياء العرب غيريه عرباد ديقان وضب إبن النبي صلى الله عليه وسلم وساء أقوده فيلي دعوة نسيع حولي أقوب بهايس وإسقبصانيس ومرو بي جالس وحيسي لي مركب الله اللي عديو مرضى من بقر عدكو ليه الدونة مركب مالها وانا وحينا كيني الدونة ان كرسي هالك عدكوي بضانانا وفيرسو تاريخيا حتى ضدك ايو هايستا مناسبتا هايستا وحا اوين كيني كارين الدعوة لدك على محكا لما وحيس ليه اما كرسي هالك عدكوي اما ماشي كرسي الان صعد عضاها اما اللي قلت لقي سموايا marka kursi ilaalis ku wuxuu keenaya iyo booskan ku fariisa ay waxa keenaysa qofka inuu wax alla wuxuu sameyn karo diin kula dagaalan karo kula dagaalan mar uu soo kaxay saacado shisheey mar uu la yimaado tayaraad hadaama islaamka burburiya mar uu fakar walba u khaldan uu ku soo dabaalo wadankii diyaar buu yahay kali isaga waxa muhiim u ah kursigan uu ku fadhiyo iyo magaca isaga oo maanta uu haysto ee title-ka ay umada ay leedahay helba oday noo ah madax noo ah madaxweyne noo ah meel intaas u daran laakiin maxaa diinka ilaahay ku dhacay umada maxaa laga yeelaya iyo dadku faqri bay la leedaan iyo gaaja jirta iyo dagaal sokeeya socda hawsha shaqadiisa ma qofka waxa uu muuqda kali inta kali uu ku fadhiyo waana cudur qof kasta ee kursiga ay kaga dhagto runtii aanu ka marin amaba aanu ka marayn wey wadalla ala adawati lil islam qariiban min 20 aaman حتى شرح الله صدره لدعوته الهدى والحق لما تنصن وحريرة وعلى تنمى كل جل إسلام إلا إلهي سبحانه وتعالى مركة الضنبة وإسلامك قلبي سوى سعيه وهنوك حق إلهي مركة أوتوس لكن عدي بن حاتم مدى لما تنصن أبو دقالما وتو داكتس وأكل قؤلا عين بو النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية سجيسك قلني ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى لكن مركي عدي بن حاتم إسلامي قساء له المامين بأرنكا قصة أرورتي فلنترك للرجل نفسه الحديثة عن قصته فهو أولى بها وبرواية أجدر بل إساقان أدينينا إنو نغغ ورموه سيدي عدي بن حاتم وقصة إسلامي إساقان نغغ مضان مركانا إنو وريانا إساقا كله هدب عدي بن حاتم إساقان ويدينا نفسه قصة إسلامي مره دي دبعا أررت كلمته يضو أي تلمانتي إن لها سابقة أن قرح بنين و background أن قرح بنين لكن إسلام كو بدلين محام مركة كدن بي لباتن كي سنة
cadaabtinimada u muujiyey nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo dagaalkii aan kala go'a ahayn ee uu kula dagaalamayay diinka kan maxaa ka dambeeyey waatan marka qaala cadiy marka cadiy baa hadlay فما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به مجر نن عرباد أو إغنع بنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مقل النبي محمد بقى صوب ما كان مقل نن أنا كلا سيدي ذو كلا أنع النبي محمد هرت مجر بي كو فقد كنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا نن وحانها شريفة وقبة وميل سركس وجيلة دين تنصراني أنا وان هيست وكنت أسير في قومي بالمرباع فأخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العربي نوحانها أفر ضلال ضلال كقاتة غنائم تأي عدي إذا ما تلكي ويصور على صدام ذات كان مدحض واه أنا كان وحن ماها وحنية كذي أن كوع صبهاي بقر عرباد وأن صمين مكة ملا مركب بقرار عرب تلقوا يقين إن ذات وحكة قاتان طبعا بضنا أنا سيسم ك marka dhanka shiicada aad tagtido kale wax qumus leeyahay baa jira shan dalal dalal baa qofka dakhligiisa laga qaadanaya markii waxa loo rogayaa xagga iyo wadaadka dhankiisa tagiisa boqorada carbeedna jahiliyada waxay lahaan jireen waxa la wixii soo baxa oo ganaa'im ah afar dalal dalal gacantiisa waxay boqorka iskale ninka marka boqorka ah welina dee hawo kale iyo hawo dadban bay ku socotaa wax istaaga weligeed maaha oo ilaa lacagahan tirada badan meesha laga keeno uu isweydiiyey فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته مركا النبي محمد با صوب حقيقي هو لها مركا مغلنا وارا نعيبي اللي يقول أجي هاي طبالي كسعو تاقو إيسا كرسيين وواهي ولما عظم أمره واشتدت شوكته مركا النبي أرن كيس أسيوين هذا أودي سنة أي سيئة كاتي وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب أين باللوضي أما أي بالله بين عيدا ماذا نبي صلى الله عليه وسلم يدو يوين كيس إن سجد حق قوشيا بري بوق عين تقول حيس مرك عيدا ماذا يسون مرب للي حقا وحاوجد بعيدا النبي محمد حقا وحاوجد بري قلب بيت مرك إسقف صدام قلت لغلام لي يرعى إبلي وحن الله الله نين أني قوساري أوه ما ركت جيل أي إلى اليوم أو أي شقة يرعيا وحن كل يقول لا أبل لك كلمة لا أبل لك لغة عربية ده وقع بها الوايو لو معنى يلتا مرنا أمان وهبار مرنا حيث وأمان قفك يلا أمان مرنا وهبار وقفك يلا هيدارتين يأم وهبار مركو واحد كل حرنت هاد بس ياق يكوجست كونتكس كلمة يكوجست مركا مركا لا أبل لك وهبار ما هم وحربا إنه يلا هذا إنه أمان ورا مركا أبها جري أو كلمة شت كده هلا مركا كان يعني أبل هواي كيري أعد لي من إبلي نوقا سمانا سهلة القياد وحد إيد ديارسا جيليك وحد إيد ديارسا هلو شلش أه وإي سهلنتها إنا كحيسان كرم واربطها قريبا مني ما لأن كفو قيل إيقو الضبر فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطئت هذه البلاد فاعلمني حدوه حداد مقشد نبي محمد عيدا وليا أما الدوية حقي سكسع طوءه كوسهم أسع ضو سردون هداد مقش قد وطئت هذه البلاد إني صوصان لجان لولك كان عرضا أن دجنا هداد مقش فعلمني ورجلي إن كان مركب الرباء إنه حرحرته حالها أنت راضي بضم في روح هذه قصة حشة دور هلا أو أي سهل أنت إنك كحيسن كرة أو كو إيش أي قبطة أو مركب ديار صن أو نحسن ما أركتي إذا ما ركها أنا شلس كدي من هالك يقول دبر أنا إيه دقة دقة أو وردون يسردون نقو سوح حوران سوح مجال هذا كجلة مركاد ما قشي النبي محمد عيدا وليه هاي أما إلى لا والنبي صلى الله عليه وسلم وليه أما سهن والنبي قال ليه هالك كان صاقر مركاد ما قشي وركا يقول طاب أنت أو يقول رانو وفي ذات غداة أقبل علي غلامي روي العدي بن حاتم أرورها كم ذا أيوحى إيه مدنكي أندر صدق وقعن يرهيق أهاي إله الله وقال يا مولاي سيد كيو ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطأت أرضك خيل محمد فاصنعه الآن كل هدي جري قرشاء كيف كريسي إنا سمي سيد هدي نبي محمد عيدا كيسي فردو ليدا أرضنا أن دقنها إيه صان صان بقان إنا دمحون سمين دون تديشك صامة
waqtigii haddaba waa la gaaray nabi maxamed iyo ciidankiis waa iskeeneen waxaa samayn lahayd bal hadda samee ilan adaygii maaragtay haddii meesha lasoo galo dhulka iwargeli waa kan warka maxamed waa u yimid cala maaragtay ciidankiisana waa u yimid faqult walima sababtu maxay tahay fakaladka ummuk waqay hooyadaa ku weydaayay faqaala wuxuu yihi innii qad ra'aytu raayaatin tajuusu khilaala diyaar waxaan arkay ciidan saa isaga dhex gooshayo ardada aanu deganna marka raayaat waa bandiiradihii iyo calankii ciidanka u sitay marka raaya keligeed haddii la sheego waa ciidankii ilen calan keligii ma socdo bandiirad keligeed ma dhaqaaqaysa ciidan baa sita marka taa waxay astaynaysaa inuu halkaa ciidan diyaarsan oo noocan maa soo dagaal tegay inuu marka meesha yimid tajuusu khilaala diyaar saasi u dhex wareegaysa bimacnaa waa roondaynaysaa mar walba meel walba iyadaa wareegaysa fasaltu canha markaasaan weydiiyey buu yidhi waxaa hadlayaa ninkii shaqaalaha u ahaa faqiila lii hadihi juyuushu maxamed waa ciidankii nebi maxamed faqultu lahu marka waxaan ku idhi acdid lii annawq alatii amartuk biicdaadiha waqadribha minii haddaba mar hadday saa tahay halihii aan ku yidhi bal ii diyaari bal intaad ii keentid iina soo dhaweyn agteeda keen uma nahadtu lisaacatii markiiba waan hinqaday buu yidhi isla markiiba waan dhaqaaqay fadhi uma yaal marka kan maxaa nin boqor wuxuu ahaa dadka iska haysta oo tubba iska dhuuqa kursi iska dul fadhiya wax walba waa isu dul saaran yihiin laakiin maanta waxay taagan tahaba ama waxay xaaladdu ahaata waxaa lasoo gaaray waqtigii dhulkiisi loogu yimaado markii waan kacbay fadacuutu ahli wa awlaadii ila alraxiili can alardi alatii axbabnaha markii waxaan isugu yeeray buu yidhi ahalkii ciyaalkii waxaan idhahda waanu ka qixi doonaa ogaada waanu ka qixi doonaa ogaada oo meeshan waanu ka tegi doonaa waa dhulkii aanu jeclayn buu yidhi yacni alraxiil inaanu ka raranno oo aanu ka tagno dhulkii aanu jeclayn aan ku qaadan wajacaltu ugidu sayra waxaan bilaabay marka inaan degdegayo ilan waa inuu si dhaqsi ah oo degdeg ah inuu kaga baxo wey maxaa yeele every moment counts yani daqiiqad walbaba haddii uu in yar uu daaho waxaa laga in lagu yimaado wajacaltu ugidu sayra naxwa bilaadi sham lialxaqa biahli diini min annasaara waanzila baynahum waxaan bilaabay marka inaan u degdegay xaggaa iyo sham si aan dadka aan isku diinka nahay oo nasaarada ilan nimid masiixiyiinu halkaa ka shinsanaya si aan dadkaas u haleelo halkaan aan u degay ilan meel kale ku badbaadi kara markaa mala bal waqad acjalani alamru can istiqsaai ahli kullihim degdegaa marka wuxuu keenay in aan ka degdego oo aanan sidii la rabay aanan dhammaan usoo urursan reerkii oo dhan ilan waxaa ahayd qofka markuu degdegayo dabcan wax badan baa ka tegay yani waxaa laga yaabaa shay muhiima oo meel ugu jiray inuu iska halmaamo u ka tago ciyaal dibadda isaga ciyaaray in lagaa tago islaantii weli shaqadii aan kasoo laaban amaba howl ku maqan in laga tago walaashii inuu ka tagaa dhici karta marka wuxuu yidhi tii waxay keentay can istiqsaai ahli ahalkaygoo dhan inaan tiro koobto oo iyagoo dhanba aan meel isugu keena tii baan ka degdegay buu ayib falama ijtaztu mawaadic alkhatari markii aan dhaafa buu yidhi eriyada khatarta ahay oo dangerous zonekii markaan ka baxay ilan ninka kan uu inta uu maaragtay dhaqaaqi karo uu degdegi karo degdegi wuxuu yihi eridii markaan ka baxay ayaan tafaqadtu ahli ayaan dib waxaan ugu laabtay ahlki inaan marka aan dib markaa u jeegareeyo faidaa bii qad taraktu ukhta lii fii mawaatininaa fii najd maca man baqiya hunaaka min tayib waxaaba ii soo baxday walaashay baaba kaga soo tegay buu yihi xagga iyo najd dhulkii aan deganaa halkaabay la hartay buu yidhi ciddii ay la hari lahayd oo reer tayii ah oo qabiilkii walaashii oo ahayd midii ugu muhiimsanayd oo reerka oo maaragtay gabar keligeed meel aan loogaga tegi karina waxaa degdegii iyo baqdinta ninkan ku timid iyo zucrigii ku yimid waxay wuxuu keenay inuu markaa kaga tegay walaashii halkaa uga gato walam yakun lii min sabiilin ila arrujuuc ileyh meelaan dib ugu laabtana ma jirin buy yacni inaan dib u laabto oon iyadii soo qabtana suurtagal ma macnaheedu waa maxay markuu dib u laabtana kuwan baa dayacmay hadduu isaga tagana qoortaa laga goynaya si uu iska dhaliyo famadaytu biman maci xataa balagtu sham inta marka ila joogtay oo ilaahay imakaniyey inaan gacan ku dhigo kuwii unbaa la dhaqaaqay wa iyagaan la hadaafay wa aqamtu fiiha oo xagga ishaan baan la aaday wa aqamtu fiiha bayna abnaa'i diini halkaasaan iska joogay buu yidhi
oo dadkan isku diinkana nasaarada nimanka masiixiyiinta qoladaasaan iska weheshaday buu halkaasaan isaga nagaaday. أما أختي ولا شيء صومة وهل كان كيسو تجيب لي فقد نزل بها ما كنت أتوقع وأخشاه وحي أنه جرب قني وأن رنتي كدكتونة تي بقول عليه أرنك بقول عليه أبو سوت كلو لقد بلغني وحي سو جاري وأنا في ديار الشام أنا أقول الشام جوجا أن خيل محمد أغارت على ديارنا إن عيدا فردولية ونبي محمد كصعدة ina weerar ku soo qaadeen deegaanadii aanu deganayn oo reer tayii ay deganayeen wa akhadat ukhti fi jumlati man akhadathu min as-sabaya wasiqat ila yathrib ay walaashayna ay gacanta ku dhigeen oo ay ku jirtay dadkii ay qafaasheen oo ay taxabteen walaashayna wala kixii xagga iyo madiina munawwara in loo dhigo taas ay soo gaartay taban markii hore wuxuu ka baqay in isaga iyo ahlkiisa dib u soo gaaro lafiisu la baxsanay laakiin tii ugu darayd ee soo gaartay cadiy ibn xaatim baa waxay ahayd in walaashii gacanta lagu dhigo oo loo kaxay xagga iyo meeshii nebi maxamed uu joogay yathrib wahunaaka wudicad maca asabaaya fii xadiiratin cinda baabi almasjid waxaa lagu daray dadkii lasoo qafaashay oo meel xero ah laysugu geeyey oo ku beegan albaabka masjidka nebiga sala alay wasalam hortii ayaa meel inta lagu sameeyey meel xero ah xeradaasa lagu uriyo dhammaan dadkii lasoo qafaashay famara biha annabiyu calayhi salaatu wasalaam faqaamad ilayhi waqaal marka dabcan qisadu markaa hadda waxay isku ku dul wareegi doontaa walaashii fir walaashay mar haddii lasoo qafaashay halkaa la dhigay oo ay ku dhex jirto dadkii tirada badnaa ee lasoo qafaashay wuxuu yidhi nebiga marka saa u soo maray albaabka xerada waxay ku beegan tahay albaabka nebiga sala alay slam albaabka masjidka nebigaa saa usoo maray markay aragtay nebiga meesha maray bay salaam ula dhaqaaqday intay istaagtay waxay tiri asalaamu calayka ya rasuulallah ama way salaantay sida ku qoran meesha waqaalad waxay tii ya rasuulallah wailaha rasuul allow halaka alwaalidu waqaaba alwaafidu famnun calaya mana allahu calayk rasuul allow aabbahay wuu dhintay ninkii isagii badeli lahaa oo aniga mas-uulka iga noqon lahaana wuu maqan yahay ya rasuul allow igu galladayso oo iska hida yani bimacnaa waxay rabtaa marka in la xoreeyo oo halkii ay ka timi marka lagu celiyo alwaafid marka kan wuxuu la jeeda cadiy ibn xaatim alwaafid luqada carabiga kelmad waafid waa wafdi laakiin asal ahaan wafdi wuxuu wafdi u noqday dadka soo darsaday buu mathalaa marka waa mumathil wa marka alwaafid ninkii aabba booskiisa geli lahaana wuu maqan yahay isagaana mathala wuuna maqan faqaala wuxuu yidhi man waafidu waa kee ninka mas-uulka ka ah قال عدي بن حاتم عدي بن حاتم فقال النبي الحر الفار من الله من الله ورسوله منك الى رسولك اسك عربا كاميا ولا القوا ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رسولك اسك بقى قبر لما حد مر فلما كان الغد ارورتي كلمه اللي قال مر بها فقال له مثل قولها بالامس النبي حضرنا ماشي بالصامر الى المسجد وقال يا ايت والباقي يكون بقى انت ماشي iyaduna sidii oo kale intay istaagtay nebiga la hadashay intii shalay ay tiri maanta ku tiri faqaala laha mila qowli isna intiiba ugu jawaabay soo cadi ibn xaatim soo ma alfaaru min allahi warasuulihi soo kulama dhalan kii ilahi rasuulkiisa ka baxsaday uu ka dhaqaaqa falamaa kaana bacda alghad maalinkii saddexaad markii la gaaday mara biha waqad ya'isad minhu falam taqul shay hada nebigu uu soo maray laakiin marka kan way quusato waxay istiri kolley jawaabtan iska standardka rotiiniga oo aad ma aragtay iska diyaarsan tahay waxba haysdaalin adna waxaad dhihi doontaa rasuul allah ma aragtay aabbahayna wuu dhintay alwaafid ghaab famnun calaya isna wuxuu ku dhihi doonaa alfaaru min allahi warasuuli markay iska aamus way daashay markay quusatay faashaara laha rajulun min khalfihi an quumii ilayhi wakallimihi nin marka nebiga gadaashiisa joogay baa wuxuu u tilmaamay iyadii uu ku yidhi istaago la hadal nebiga ha quusan faqaamad ilayhi faqaalat intay istaagtay ba hadalkii ku tiri yaa rasuul allah هلك الوالد وغاب الوافد فمن عليه من الله يمن فمن علي من الله عليه رسول الله عبهنا ودنت وليغن ومقيه رسول الله الهي هكو غلديس ان حريستيس بل ان ايو غلديس ان اسك كيسيديس فقال مكاسين قد فعلت هدب او ما كا غلاد دقاق فقال المركب حيتري اني اريد اللحاق باهلي في الشام رسول الله iska dhaqaaq maahan waxaan rabaa
reerkaygu waxay joogaan xagga iyo shaam bay joogaan, meeshaasay u qaxeen, marka waxaan rabaa inaan ka dabatago. Faqaala calayhi salaam, faqaala calayhi salaatu calayhi salaatu wasalaam, nabigu waxa uu yidhi walaakin laa tacjilii bilkhuruuj, haddaba adiga ha degdegin inaad maaragtay bixidda ha ku degdegino, xataa tajidii man tafiqiina bihi min qowmi, ilaa aad ka heshid qof reerkaaga aad ku kalsoon tahay, liyuballigaki bilaad ashaam, oo ku gaarsiiya halkaa iyo shaam, faidaa wajadti thiqata faclimiini, qof lagu kalsoon yahay haddaad heshid oo ku gacan qabto ku kaxeeya oo xagga iyo shaam kuu dhiga oo ku haleeshisiiya reerkaagii, bal isoo wargeli. Marka nabiga sal alla alay wasalam marxaladii hore ahayd ha igala hadlin walaalkaa way soo dhammaatay, marxalad uu nabiga uu shafaqo u dareemay uu leeyahay, waan kaa dabageynaynaa dadkii, waa cadiyyi bin xaatim iyo dadkii markaa walaalaheed ahaa iyo reerkii oo dhan, laakiin wuxuu nabiga iska dhaqaaqay, meesha waa khatarteeday leedahay, qof lagu kalsoon yahay ku kaxayn karo wadada ku marin kara, markaad heshid isoo wargeli. ولما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام سألت عن الرجل الذي أشار إليه أن يكلمها تكلمها كدي مركي النبي صلى الله عليه وسلم دقاقي أي وحي ويدسي ننك قدال نبي كتاكنا إي باقا إي تلمامة إيري لهذا النبي حكا قسم أمو أهكا فقيل لها إنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ننك أوحي علي بن أبي طالب ننك saa gacanta u taagay iyaha gacan haatiyay ee iyadii u baaqay ee ku yiri nabiga la hadal ha quusan Cali ibn Abi Talib. Thumma aqamat hatta qadima ragbun fihim man tathiqu bih, halkaa bay iska joogtay muddo ilaa ka yimid safar socdaal ah oo uu la socdo dad ay ku kalsoonta. Fajaat ilaa rasuulillahi sal alay slam waqaalat, kadibay nabiga u timid rasuul allow, yaa rasuul allah, qadima rahatun jamaacati mido min qowmi tolkayga ah, lii fiihim thiqatuna balaaga, waa dadaan ku kalsoonahay meeshii aan raban i gaarsiin kara. Markay sidaa ku tiri nabiga u timid buu nabiga, fakasaha rasuul sal alay wasalam, nabiga dhar buu siiyey ay xirato, wamanaxaha naaqatan taxmiluha, hal ay gaadiid ka dhigatana waa uu siiyey, wacataaha nafaqatan takfiiha, nooli ay wadada ku mato ku filanna waa uu siiyey, fakharajad maca ragbi, kadibba waxay raacday dadkii musaafiriinta ahaa ee ku socday xagga bilaada shaam si walaalkeed cadiy bin xaatim iyo reerka intiisa kale ee firxadka ah uga daba tagto. Qaali cadiy mar ilaa sheekada isagaa noo wada cadiy marka wuxuu yidhi uma jacalnaa bacda dalik natanasam akhbaaraha, waxaanu bilownay markaa kadib inaanu xooraansanayno warkeeda akhbaarteeda oo aan dhag raaricinayna meel walba oo aan xog ururin baan ku mashquulnay, soo socotaa yaa ka warhaya, halkay ku dambaysaa, maxaa laga yeelay, ma la dilay, ma la soo daayo, wanatarakabu quduuma, isla markaana aanu filayno inay noo iman doonto, wanaxnu laa nakaad nusadiq, inaga aynan runtii wax aan rumayn karna aanay ahayn maa ruya lanaa min khabariha maca muxammadin, wixii laynoo soo sheegay iyo wixii dhex maray iyadii nebi maxamed wax runtii caqliga xataa aqbali kara maaha, wa ixsaanihi ilayha kula dalika alixsaan, iyo wanaagga intaa la-eg inuu wanaajiyo maca maa kaana minii tijaaha, iyada waxaad ogeyd nebiga aan kula dhaqmay, yani bimacnaa caqligaa diiday buu yiri, anoo saa ula dagaalamay oo cadaawadaa muujiyey oo aana waxba u reeban nebi maxamed, haddana walaashay in saa ay mucaamalada ay hesho oo saa loo soo dhaweeyo wax caqliga geli kara maahan buu yiri, fa wallaahi innii la qaacidun fii ahli ilaah, baan ku dhaartay anoo saa u fadhiya reerkayga la jooga, id absartu imra'atan fii hawdajiha tattajihu naxwana, waxaan arkay haweenay hawdadkeeda ku jirta, hawdadku waa waxa la dul saaro maaragtay ratiga oo dumarka lagu qariyo asturka ah, hawdaj ama hawdaji waxaad dhihi lahayd, iyadoo nagu soo socoto. Faqultu markaas waxaan idhi ibnatu xaatim uma xaatim inantiisa walaashay, faidaa hiya waaba iyadii, oo biyo ismarin har iyadii, falamaa waqaftu calayha baadaradnii biqowliha, markii aan u imid oan raba inaan meeshii kasoo dejiyo markiiba waxay kala hortimin hadala alqaatic aldaalim, oo ninka qaraabo goyska daalimka iga tag wax saas oo kale, qaatic baa tahay ilaa meel aad igaga soo tagta wey, daalimna waa tahay, laqad ixtamalt biahlig waladig wataragta baqiyata waalidig waladig baqiyata waalidig wacuuratig, waxaad soo kaxaysatay ahalkaagi xaaskaagi iyo kuwii adigu aad dhashay, wataragta baqiyata waalidig aabbaha wuxuu kaaga tegey oo walaasha ah kula dhalatan isku dhiiga atiin biologicala waad dhashay waa kasoo tagay soo ma, iyo wacuuratig cawradaadii wixii lagaa rabay inaad asturtid meel cilaa kaga soo dhaqaaqdo bay tiri, yani bimacnaa waxaa tahay nin ka fakaray
inta isaga sida directiga ula xiriirsan oo kuwa adigu aad dhashay islaantaas baad ka fikirta laakiin walaashaa halkee ku ogeyd faqultu markaasna ey ukhaya walaashay laa taquuli ilaa khayran waxaan khayr ahayn afkaagii aanu ka soo bixin wajacaltu astardiiha xataa radiyad waxaan isku dayay xagga inaan ka maro oo aan u soo hoydo oo aan ka raado dalba ilaa marka dambe ay raadi noqotay degtay ilan dabcan waa gabar meel loogaga soo tegay ciidan runtii cadow la dhihi karo marka mantiqa ama logic cadiyyi binu xaatim lagu saleeyo wax kasta ayay runtii baylaha u ahayd khatar walba oo dhibteeda lahaa ku iman kari lahayd waa la diri kari lahaa waa la weyn lahaa inay dib reerka ugu soo noqon baa suurtagala arrin marka si sahlan ay ku liqi karta maaha waana ruux dumaro way u kaydisay meelna way ku xirtay tii marka wuxuu yiri laakiin xagga ay xaggaasaan ka maray mowqifkii waan u sharxay aakhirkii way iga yeeshay markii ay gabadha ay xoogaa degtay wuxuu yiri waqasad calaya khabaraha kadib markay sheekadii igaga sheekeynaysay wax u dhaceen ilaa ninkan uu nin soo baxsaday buu ahaa wixii meesha ka dhacday ugu warramaysa faidaa huwa kama tanaaha ilay hadalka waxay iigu sheegtay buu yiri siduu ii soo gaaray oo waxba wax ziyaada ma laha wax nuqsaana ma laha faqultu laha wakaanat imra'atan xaasibatan caaqila kadib waxaan ku iri buu yiri walaashayna waxay ahayd buu yiri gabar aad iyo aad u dhugi caqliba u leh runtii mudakara oo garashana leh waxaan ku yiri buu yiri maa tarayna fii amri rajul bal iiga waran ninkan aad soo aragtay maxameda se u aragtaa yani maxameda sal lay sl faqaali waxay tiri araa wallahi an talxaqa bihi sariican aniga waxaa ii muuqata sida ugu dhaqsiyaha badan inaada ninkaa ugaga harinood u haleyshid fain yakun nabiyan falisaabiqi ilayhi fadluhu hadduu nebi yahana qofkii ku horeeya fadli gaaru leh wain yakun malikan falan tudalla cindahu anta ant hadduu boqor yahana mar walba xaggiisa wax dhibaataa bilnimo kaasoo gaaraysa ma laha adna waxaa taada ninka miisaanka imuga oo culayskaa leh adigu boqor baa tahay boqor haddii aad hudduu yahana boqornimadaada lagu ixtiraamayo haddii nebi uu yahana dadka ugu horeeya ambiyada rumeeyay fadli gaari leh niyaho xagga ka dayo dhaqaaq gabadhii waa la talaysa qaala cadiyyi markii wuxuu yihi fahayatu jahaazii safarkaygaan diyaarsaday jahaaska waxaa la wuxuu qofka musaafirka u baahan yahay logisticgiiya nooligiiya gaadiidkiiya hubkii wadada ku mari lahaa inta baan diyaarsaday wamadayt kadib waan dhaqaaqay buri xataa qadimtu calaa rasuulillahi sal lay sl fi lmadiinati nebigaan u imid buri saan u socday min ghayri amaanin walaa kitaab anoo aanan dalban in lay ammaan geliyo warqad iyo dhambaal iga soo horeeyo wargelina aanu jirin wakaana balaganii annahu qaal walaakiin horay waxaan u hayay buu yiri soo gaaray inuu nebiga yiri intaanan u tegin innii la arju an yajcala allahu yada cadiyyi bin xaatim fi yadi waxaan rajo ka qabaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ninka cadiyyi bin caatim ah gacanta iisoo geliyo oo islaamo wey fadakhaltu calayhi markaasaa nebiga u galay buu yiri wa huwa fi lmasjidi isagoo masjidkiisa joogo fasallamtu calayh salaam baa loo dhaqaaqay faqaala wuxuu yihi man arajul kumaa tahay ninka iyimid waa kee faqultu waxaan ihi cadiyyi bin xaatim waa ninka cadi ahaa faqaama ilay nebigu iisoo istaagay buu yiri wa akhada biyadi wanطaliqa bi ilaa beyti intuu iisoo istaago gacanta saa ii qabsaday gurigiisu ila tegi buri nabiga sal lay sl fawallahi innahu lamaadin bi ila lbeyti ilaah baan ku dhaartay isagoo saa gacanta ii haya oo xagga ii guriga iisii kaxaynaya id laqiyatu imra'atu daciifatu kabiiratu macaha sabiyu sagiir waxaa kasoo horbaxday haweenay aad iyo aad u taag daran oo da ah ilmo yarna sidata fastawqafatu halkaasay ku istaajisay nabiga sal lay sl wajacalat tukallimu fi xaajati illah waxay bilowday inay nebiga kala hadasho danay iyadu leedahay fadalla macahuma xataa qadaa xaajatahuma wa ana waaqif nebiga wuu la taagnaa haweeneydaa ilmaha yara ay sidato ilaa dantii ay lahayd uga dhameeyo anna halkaasaan taaganaha waan dhuganaya buu yiri saasaan ula socdaa faqult fii nafsi markaasaa waxaan isiri buu yiri wallahi maa hada bimalik kan boqor maaha marka boqoradu saa isuma dhul dhigaan oo mutawaadiciin maahan oo dadka lama istaagan oo dadka ma qiimeeyaan thumma akhada biyadi wamadaa bii xataa ataynaa manzila kadib gacantuu isoo qabtay buu yiri markaasuu aqalkiisii gurigiisii ii keenay fatanaawala wisaadatan min adam kadibna barkin harag ka samaysan buu saa usoo dhufsaday maxshuwatan liifan oo dhexda wax lagaga goray markii barkinsi marka ama suuf hun baa la gelinaya ee wixeeda wadata fa alqaaha ilay saasuu igu soo tuuray buu yiri faqaala iglis calayha ku fariiso fastaxiitu min waan ka xishooday buu yiri waqult bal ant tajlis cal la rasuul allah adaa ku fariisanay anu kuma fariisanay faqaala bal ant may adaa ku fariisanay
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضيف بوي هي وسود ويني وتكريمه النبي صلى الله عليه وسلم اي سجا جارك وهي وكفر يسن لها بونين كان ولي نصراني حد او لا ما هي انه اشهد ان لا اله الا الله ولي ما هي بل روايه قارك دو حموجني معتب كي او حيران كروس كي او حيران او شو او حيران ما شاف دي سلسله دي او حيران ولي هذه سيره ما انت انه ما شيغي سدمان نصوص بون واحد التعدي كصابصن او كتب الصحاح كو قران ما شيغي لكن بالك بقى او حيران كروس كي او حيران ما شوف دي النبي كان يقول لي كفر يسبه شيء في المركي انا اسكو علني فامتثلت وجلست عليه وان كد يسبه كد ما كفر يس وجلس النبي على الارض النبي كان يقول كفر يس اذا لم يكن في البيت سواه حال الجرجة هلك بركن باطل ولو فريس وحكى له فريس مركا ملها نبي لكم مركا فريس صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك والله كان بقر معه بقر وحى أقبل يما ثم التفت إلي كذب النبي جساء يسوع من السبب وقال يحير إيه يا عدي من حاتم عديو ألم تكن ركوسيا تدين بديني بدين بين النصرانية والصابئية سنن so, ركوسي ماذا نهاي أو حيسة دين أو حيسة دين تمسيحي إيتن صابئة إذا إيلتي أما دب عابد مركزاني وقلت بلا مركز ركوسي وحيدان وفرقة وكوح دينيد أو عبادة إيكو كوابان تهي وحي نصرانية نكسو قاتة صابئة نكسو قاتة ودين لبدا دين أو حيسة ركوسي سو ماذا مركزاني لها رسول وانها قال عليه الصلاة والسلام ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك سو ضدك كماذا أرسن جرين أفرد ضلال ضلال وغنيمة ضد دين تأذو أشيغان يسيد الله هذا دين تما كل جنة دين وحكوبة نيسان إناني يعني سوى الأول يعني حتى حلالكم مارك الدين تأذى لقب وحيسكاها من بعض لعبة هيدا ضدك على فرن جرين فقلت مارك هسان بلا هوا صح وعرفت مرك سؤالها ويديبا حكا قرتبه لأنه نبي مرسل يعلم ما يجهل ثم النبي لصادر وحق رصان وكورها ثم قال لي مرك سوحي لعلك يا عدي نبي قارك سيكولوجيات كقفك عدي وحام وقتا حال غيابا إنما يمنعك من بل بريس كان نبي انترفيو كان نكا مكا قاضي يدايلق ولق لي قضبض وككو بني أرق وسدح قضب آدي أدو علوس وكل يقولون والسيكولوجيات قل يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة المسلمين والفقر وفقرهم حلق يابا عدي واحد دين كان كود ديني إنا سوق شد إنا يتهي مسلمين تن فقر يقول لك وقوم مقضى وأسلا هذا واحد ضد كان فقراء إيه والتضاء ليسان أبهان إيه لوقع عنها تيو نوح لسي وحكا ما لقو بيري كرا إنا أسلا هذا فوالله هدبا عدي واحد دين كاريب فقر يضد المسلمين تكاقم مقضى إله بان كرة لا يشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد ما يأخذه وحا دعي دونتا إن حولها أي ساء باهي دونان إلا لقار وقت قف شلن قاتل لواي نبي قلت ما صلى الله عليه وسلم وحا لقار دونا وقت حولهم مال والبابا أي سكيالان وضدك مركا إن القبر يأي النقط ورمي وحان يقال ورزكذان يقال صدقان لواي ترتا تاها دي أي تاها فقري إلهي أمضن وغفور دونا كو ولعلك يا عدي عدي وحا الغيابة إنما يمنعكم من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم إن أي تهي مسلمين تيرانتو هذا فرق كترس إليه عدوون عيدة وكبذين تانا والله يابا إني صببتها كهر إشتاك سنتع سوامها فوالله ما قد أرتي إذا قيسو لو يشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله وحال الجارد وانا وقتي هوين كالي انتي سفرته أي كان دقاغض القادسية لو كان عراق إذا رتيجي إذا وضعته إلا إكتكت الكعب بوقته هل كأيكون توافق إذا عد أنا كبقي إله إلا إله سبحانه وتعالى بمعنى أن هؤلاء كرم مسلمين بعد كنوا وإلا هدي بك ماشي بدك ديجا نظا أنت أقول لحس القادسية إلا لججارو اللججارو مكة المكرمة أي دقيه نظا المسلمين جبر كل يد ماشي ما سفرتين بمعنى دت كذي هل كذا نحمل دون تاو هل كان النبي يقول فكك نعيونا يا وسدد مرة بقى قلت ورا فرينا وأن بلندن هدب أجو وحكوا عليني ما أنت هدي أي تهيرانتين صدح ولعلك انما يمنعك من الدخول في هذا الدين حلقه يابا عدي وحكود دي دوخ كان انانا هين انك ترى ان الملك والسلطان في غير المسلمين ان ما انت بقرتويده اي اود ما انت ضد المسلمين هنا جعانت اود دي المسلمين ان ضد اسد ضعفه او غير كود اود وليه ما انت قوم قد تصومها وايم الله ما كنت دارتي
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم حد مغلي دونتا صراحا حد عاد إيكويا لوكا بابل وعراقة إن مسلمين تفورتين وإلهي أفور وأن كنوز كسرى ابن هرمز قد سارت إليهم كسرى كنوز كسرى بقر كهل اللي هي كسرى كنوز كسرى ابن هرمز كنوز تيسنا والله فور الدون مسلمين تقعان تقول لك دون هذا كان مركو ماشي ماشي مركو مري نبي صلى الله عليه وسلم طبعا وأظن مثلا أفر قفو مال إسكت ولاد جيوبي مثلا أرك الدون تا ودى أدونك أدونك أقول يوضع أنصاع وقال نوع كلا مركز الشيري وحاني ربي كنوز كسرى من كسر من هرمز وحد كان ليس النبي محمد بقر كان كسر من هرمز تريجر كيس إمام يعني بول كيس بقر تويس أنك عنده كل جاني ميال لذا فقال الحلي نعم ها هذا المغلي وكنوز كسر من هرمز قال عدي مركي ساء عن مقلبي أي وحان ربي عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت مركزا أشهد أن لا إله إلا الله وإلي مركزا إسلام أنت أنا قد بين دور قضب أيان أيان روائنا ندلمره وميضو طبعا منا وانصهر مرصدو إن قفك كرسيه ومعنى أصبعه حق ديننا إنه كنا قون كرانا تائد وانصهر دمين مدى الله بعد وحماشة كم بقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدة وشر في جري ضدك صبايا أما WOP إذا ما أنت أي حقوق الإنسان كؤاد يتفوكس كأسارته لقوح أنت مسلمين تأني الحميان إيو سيدة حق ويهي في النبي صلى الله عليه وسلم أدك من جري دومر كسيدة لو شر في جري لو احترام جري يعني وهويني وقبرير سيدة كم وقت أخته وآد يتغير ولي أن قرسا أيو حكالها ليس عدو من عداء الله جل وعلا أو دين كان إلهي ساء وطنت مركز النبي صلى الله عليه وسلم هذا كده سنية مركز إكرامي مركز شرفي مركز حضان سينية وحتى ما شك عقام وقت النبي صلى الله عليه وسلم دو مركز احترام الجري إسلام كون سيدوية وحكذا نك عقام وقت دين كسو إلهي سبحانه وتعالى وشهد جي ظلم ما أقلع إذا كحوله هذا الله بوتصده لكن سيدا كم وقت نك عديم حاتم جاهلية نسي وكفى إذا سي دين النصراني إسوه كون قبانية كرسي كان إسكو قوي دينية أروح بالله وضدك إنه حوله هذا أقول مدبعه كقادان جري وحقال دان إنيهين وحكال هالك اللي قادان يا هدانا سيدا كم وقت النبي صلى الله عليه وسلم كبرد كل يد وديري كري صلى الله عليه وسلم أقول حيري من تثقين به إذا كوك الصونطة وأنا أهين مسألة وأنا أهين ما يمحاد دي لي هدي كل يد بحد محاد دي لي ما يشهد دون تحكب بحد معها يدو لي حالة دان كجر تأوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هاي كاليقا وضاكو قد دين ما إلا أتكي يشيد إن مكا ماشو قارسيسة إذن أم بوينت رونتي إن لقو برار وقت وحكال هدانا ماشا لغا قادانا ورئيسي النبي صلى الله عليه وسلم نين كان أيمت عدي بن حاتم عدي بن حاتم ونين نصرانية بهاشي سنة وطا دينتي نسأت قول لكن وليالك معها بدكو دينتو سيدة سطحية أوهيسة سبرمشالتي معها دينتا سيدة أوهيسة وحانا موجينية إنو هكا أقنع ورئيسي النبي قد أحمر وحا كم إذا ملكو النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون مركو النبي آيادا وقري ومعناه ذو تهنيون كان نصارى ذاتك رهبان توري يولد ذا الدين تأ كواسي وحي كالدتان أربابا ربي أي عابدان وتو عدي يا رسول الله أنك ما عابدين يا يري ولا عابدين مركو شيري هو العابدين مركو شيري كل عاد وحي الوحي ولادده أي حلال كالدقان وحرام سو إنك حلال كمان لكي نجلنها وحي ولادده حرام كالدقان وحلالا سو حرام كمان لكي نجلنها فتلك عبادته إذن مسألة التحليل والتحريم إن وحلال حرام لكي وحرام حلال لكي وليجسليشن وتشريعه تشريعنا إلهي بل لقول النقود إلهي سبحانه وتعالى إسكاله مركز النبي صلى الله عليه وسلم كعد دي مركز وحيري تلك عبادته عبادة إلهي وكدي قواتا ورئيسي كتب الصحاحة قريان وحالك كان مركز اللي بسوء أرولي وحكاله كم وقت النبي سوء إكرامة ينكا كان ومسيحي ولي دينتي ما هيستو قريق يسوء النبي فريسي صلى الله عليه وسلم قريق النبي أنا مالك يسوء كفر لبادنها وحكو فريسي تكريم هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنقل نجاسين يا مالي ما يسوء كفريسي مركو كفريسي يكدب هدان الله الله مركز إسلام كوبان ديجي ولذلك مركو إسلام النبي كوبان ديجي أشهد أن لا إله إلا الله وحديك لنا حدد قعنت يقول جستاي سور كاي وان كهر ديجي النبي كمان ديجي وحو نيكا كان سيسي كولجينا أيو دايلوج النبي كوفور
meel alle meeshu ka buka soo mar waana muhiim qofka marka lagu keenu yahay qofka kan ha islaamo waa in horta qofka takhasuskiisa weydiisaa muxuu bartay waa inaad weydiisaa waxa social statuskiisa xaaladdu ku sugan waa inaad weydiisaa marka lagu sheegay kadib aad fahmi kartaa ninka kan horta macara u keentay inuu islaamka uu diido muxuu islaamka soo raadiyay ma dana gaar uu leeyahay miduu naga guursan rabaa miyaa nala xidhiir rabaa horta ogow ma waxaa jira illiteracy ay jirta ninku xaqrin kara maahan wuxuu u baahan yahay wax loo sheego u baahan yahay ma nin sir doonaha shaqo kale u socdo inuu wareysi kaa qaada rabo laakiin islaamka aanu u socon nabiga sal alay slam halka uu isleeyahay uu ka bukaa ayuu ka soo galo waata saddex qodob uu nabiga u sheegay xuuniyahow hadday tahana faqriga haddaad nagu nacaysinna de xoolo waa noo iman doona haddii ay tahana waa yartihiin waa laydinka badan haddii ay tahana dadad waad badan doonaan niu haddaad isleedahay awood ma lihidiina awoodda waa noo iman doontaa saddexdaa qodob wey oo nin boqoran uu ka fakaro wuxuu ka fakaraa dadku ma badan yihiin waa halbeegyada dadka maaragtay qudbiyada leh dadku ma badan yihiin ma xoolay haystaan adbaacdu intay la egyihiin qiimaha dadka lagu qiimeeyo saddexdaa hadday tahay soo ma jawaabtooda waata walidaalika saddexdan markii ay soo martay oo kisra ibn hurmus markuu afka ku dhuftay waa halka meesha cadiyyi ibn xaatim uu qaadan waayey ma macquul baa nin yaro oo nin martiya markuu u yimid wuxuu u waayey wuxuu isagu ku fadhiistay hal barkin baa guriga taa qolkuna waa qol yar nabiga sal alay slam xujra laga cabiray meeshaasuu fadhiyaa islaanta kasoo horbaxda waqti badan buu gelinayaa xaggaas waqti badan gelinayaa dadkiisa waa dad fuqara waa dad farakutirisa markaas wuxuu kaa lakisr in hurmus taana waxay muujinaysaa qofka muminka ah inuusan marnada aamahan jirin waa inaadan dhihin maanta muslimiintu waa yar yihiin oo insha allah waa laga bixi doona oo maanta yaraanba ma jirto oo tirikoobyada waxay muujinaa lixdii meel maraysa mid maa muslim wax yaraana meesha ma jirto laakiin nabiga isaga yihi bal antum wathaamka wathaa'i sayl idinka daad xoora maahana yaraan horta ma jirto taas waa mid midda kale maanta waa inaadan markaad aragtay beyt almaqdis oo saa loogu tumaray maanta habeen iyo maalin oo iyuhu saa u dhex mareen dadka la dilayo waa inuusan qofka aanu quusan udhin khalaas dadkan waa u dhammaatay markaad aragtay ummaddeenu qaxaysa oo ma aragtay dhiigga iyagu keliya uu ka daadanayo oo markaad xaggaa milicsatidna muslim la laynayo xaggaa markaad milicsan kuwa qaxayo markaad aragtay waa inaadan quusan maxaa yeelay maalmaha madow waxaa ka dambaydana maalmo kale oo biidinilahi subxaana watacala ilaahay ifiyey qofku inuu quusto ma salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bal arag xataa waqti alhijrati u laado iyadoo uu marayo godkaas oo caarcaradu ay dabooleyso uu nabiga sal alay waslam uu leeyahay wallaahi midkood hadduu hoos milicsan lahaa waana arki lahaa oo meel uu ka bilaabo lahayn oo xataa waddadii la mari lahaa aanu xataa garanayn oo nin gaayda uu raadinayo ayuu wuxuu ka hadlay nabiga sal alay wasalam waxaa diinkan uu gaari doono iyo halkuu gaari doono waa tii markii ay u yimaadeen saxaabatu rasuulilahi sal alay slam iyagoo cabanayo yaa rasuul allah dhibkaasaa na haysta uu leeyahay nabiga sal alay wasalam war dadkii idinka horreeyay mishaar baa inta lasoo qaata madaxa saa loogu kala jeexi jiray diinkooda bay ku deganaan jireen ilaahay subxaana watacaala ba ma aragtay insha allah waxaa la gaari doonaa waqti waxaan odhan aad ka bixi doontaan walaakinakum qowmun tastacjilun buu nabiga lakin idinkaa degdegay suga marka qofka waxaa la rabaa inuu milicsado mustaqbalka laakiin haddaad aad noqotid ee frog in the cacnut shell raha ku jira daboolkiisa oo bac yar ay kugu xiran tahay oo inta yar ay kuu muuqato inta la dilay ay kuu muuqato inta qaxaysa ay kuu muuqato jeebkaaga maran uu kuu muuqdo inaad cibaada xor diinta keliya ay kuu muuqato waxaa laga inaad islaamkaba aad ka shakisid waana waxyaabaha maanta markii la baaray reasons for atheism waxay dhahaan asbaabaha keenay dadku inay ilxaadka la yimaadaan yar yarka uu kusoo bato wax kale maaha islaamka dacfigiisa marka loo ifinayo intaa waa inta media uu samaynayo ama uu tilmaamayo mid ma aragtay isaga ismiidaaminay oo muslima mid ma aragtay marka oo muslima mid waxaad ee muslima mid aan bajualitahna muslima tii markii stereotypinkaas markay bataan oo wixii lasoo celeliyo yaryarka waxaa ku imanaya marka inay hanjabaan islaamka marka ka ordaan haddaba nabiga sal alay wasalam wuxuu kala hadlay cadiyyi ibn xaatim min khilaal channas uu fahmi karo kala hadlay caqligiisu kala hadlay intaa markay dhacday kadib waashhadu an laa ilaha illa allah wuxuu yidhi cumira cadiyyi ibn xaatim radiallahu canhu tawiilan ilahay wuxuu qadar ninka cadiyi laleeyay inuu cumri dheer siiyey mudduu noolaa wakaana yaquul markaas wuxuu dhihi jiray laqad taxaqaqat ithnataani wabaqiyat ithaalitha nabiga maalinka watuu saddex bashaaro sheegay soo ma labo way dhabowda buu yidhi siday u dhacday midda saddexaadna waan sugayaa buu yidhi wa innahaa wallaahi laa budda kaa'ina shakina ma leh ilah baan ku dhaartay inay iyadoon dhici doonto falaqad ra'aytu almar'ata takhruju min alqaadisiyati calaa baayiriha laa takhaafu shayin xataa tabluga hada albayt anaa indhahiga saaray haweeneyda oo ka dhaqaaqayso ka boqooleyso alqaadisiya dhulkan ciraaq iyadoo ratigeeda saaran
وعد أي كب قيسان أنا جري إلا بيت إلهي كجارت على مدى سمحي السينس ما على ما وهي بدنا أنت إن مسلمين الإسلام كوجاري دون مال بوجاري دون تاوان أركبني وعير نمبر لبا وكنت في أول خيل أغارد على كنوز كسرى وأخذتها وعم كجر بيري عيدا كيفر الدولي ذها جهري أوارك قاضي كي كسرى لك جعنت كسر اللي جانا وانها بيو تانا وحي موجنسة أودا ذلك المسلمين وأحلف بالله لتجي أن ثالثة تنسد حد إلى فان كل أرتي ولا جاردا وإمام دون تابي لكن عمري أمهل ما أرتي نك الله جمع عابه ما أرتي عديم نحاته متسد حد من حياته وتيك وهذا أه إن حولهم مل وإنتو جارو عد قرة أن لهلين ولذلك وحيلين علوم هذا طبعا سيد النوت الإمام إن شاء الله وحليه وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه إلهي سبحانه وتعالى وحوضون إنه تحقيق قول النبي تيسد حد من رادين المرك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فجاءت الثالثة تسد حدنا ويتمد في عهد الخلافة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز مرك اللقاري وقت عمر بن عبد العزيز عمر عبد العزيز وانين كايدهان هذا أفر خلفان أننا قلنا قانو بكر وعمر وعثماني علي سامة الخليفة الخامس الخليفة الخامس نوال دعا وحكى لنا مها محيالة أفر تأي خلفاء ها عدل جودي مامل وناك جودي قيادة وناك سنة كما دونين كما مرونتي كسوك العجلين وعير وقت جامرك اللقاري حتى حيث فاضت الأموال على المسلمين حولي با إله المسلمين توفر سابق بهن حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين فلم يجد أحدا وعدي عجلتي إن ضدك مركي لون هذه الليرة وريا قادنا إذا كذا أعيد مركها جوابته وقعنت التاقة توتي لأنا أبا هو اللوي وقت يسي وحكى لنا معها وعيدها هان وانينك كليه وقت يسي مركي للجوز حتى أن لا أركين لو أنه في إشهر الدنيا أن لا أركين يعني ظل سوق ساسي أن لا أركين عدالة دو مركي اتماد عجائي تسيلة يعني بمعنى وحا عمر عبد العزيز ولي مركة ضدك إن الفقر يكون ولانا عدالة دو المقر جسس انتو المقيه فقر وجده ومضى إني أمني سيكوريتي لان أي دارة عدالة دبامك عدالة وحيبيه وحديه كرتا ولغز سحري ووحك كليه إدفك إسكه وكودها سنو لشوي ولذلك إلهي جل وعلا عدالة وحو كدك شيء استاندر كما خصبنا إنو قفكو مسلم نقض إنو قال نقض عدالة هدو من قال أولي ماذا هدو عادل نقض إلهي لول كيسي إجيب كيسي إدف كيسي وبراري يعني وحو بابو عدالة يعني ضدك أنه لدى قلنها انت يارو الإسواء الديني ومدو المنكر تدمية شرعي وكومة وقلاني يكون محد قد بكرتي كان نوعا ما أود ما لها العاوية انت وانت يارو ما انت ومضى دار كيسيك وضى مضى برواقة صورا كومن وغلثي وضى مضى هرم مرضى عن كوه انه انت يارو كجاري لكن هدي ضد مسلمين ومية مية مساجد سي ماشا أبو حان إسعيريري وليدك وكدا قرآن هل هبين كو قتما وما أركت ما شاء الله تفسيرك كان حبها يا لكن عدالتنا داني يجدين ولد هرمر مجهريا وأنا هذا الكلام ابن تيمية رحمة الله عليه مركو ليه دولة الكفر هذه دولة دولة قالتها لكن عدالتنا داني كتير ولد وجلسة دولة الإسلام هذه عدالتنا كتير الإسلام كسر هذه شيعته وضدك إجعمه روف كسر شو حوان تطبيقين ده عدالتنا كتير ولد هرمر مجهريس عدالتنا مركو شيء مهم عدالت داس بعمر بن عبد العزيز مركو تطبيقي عدالتنا مركو اللي هلا حلو إنك بدين وحي إلهي معادن إبطراء روك ديوانا قبضين وحان هاي سنة ديوانا قبضين وحوال بوضتكم لكن ذاتك عدال نبا وحو الربا وحي أمتك يكون والان له تكاليجي إنو concentrated in his hand كاليجي عانتي سكالي وديو هالكا وسيسم كي كبتاليسي السعودة أني أن والاد عدي هالنوالان إنا كي وحا السعودة هدى عديد من حياتي من لغوه الشيء شعوبت أنا روقية مرباعي أي نصارة أي ملوك تسمين جنين بوقتة كي بقر نقضوا بقول كي وسديت النساء إسكالة كي مدحوينا النقطة قول كي أنتي سبنا إسكالة إسكالة كي وزير النقطة أنتوا لك عكار لك عيا ده أمضى مركة إساء كنا وشل هلا بابا إيتها إن لها المركة average أما نمبر آدي الأسرة أو تحت الخط الفقر كنا خطرت إذا وياك نينك أقرية نينك كتاب الأمة الحرمان في ديار المسلمين poverty in the Muslim countries أو بوق آدي القرح بلانه ترجمان عليه بوغا و كوسو اوروريني اسبابها كان ما فقرنا بضي فقري وحكى لما وبوك يعداله دولتي عداله مركه تيمو وسونس وحي دهان علوم العداله حتى لينك مركم معدد يه ونلجي مركم لبا حاسي سد حاسني هدا دارت تقول ان افرت حاسين نبدا انت تقول او تو سو لابانه ديبانو هيسن
imid laba intuu qabamaantana dhib u haysto wax kale ma cadaaladii kala duwan kanna cadaaladii la yimid suu doonuu u dhaqmaa midna cadaaladiiba laga waayo guriga marka maantana u horeeya cadaalada haddii boqolkiiba oo in yar graaf yar xaggaa loo dhaafo wax walba burbureen alcadaala maa allah oo inah ina loo sharig yeel cadligii maa nafs oo nafsadaada meel khaldaynaada geel alcadla maa alkhalq oo khalqiga ilahay meel aan dulmi aan laga gelin inta wa inta loo baahan ummaddan ay ku badbaadiso gabagabadii wuxuu wa sadaqa rasuulu llahi salawaatu llahi wasalaamu calayhi ila rasuulka alla run buu sheegay wabara cadiyi bnu xaatim biqasamihi ninkii cadiyi bnu xaatim dhaarta u dhaartana runtii ilaahay uu ka yeelay mar hadduu yidhi tan saddexaadna wallahi waa iman doontaa waqtigii cumar bn aziiz bay dhacday waxaanse kugu sii dalla culimada qaarkood inay leeyihiin waqtigay keliya laguma qeydi karee waa iman doontaa waana la gaari doonaa laakiin waa inaanu gaarin cadaaladii si loo gaaro billahi towfiq.